بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات الطلاب الصف العاشر في مدرسة الضياء الخاصة، تقدم لكم أستاذة فاطمة علي. درس اليوم يكون عن الإمام الربيع ابن حبيب. الإمام الربيع ابن حبيب هو الإمام الربيع ابن حبيب الفراهيدي الأزدي العماني. نزل الربيع بن حبيب بالبصرة فتعلم وعلم، ثم انتقل إلى عمان وسكن غطفان من أرض البطنة. إذا الإمام الربيع بن حبيب هو نزل بالبصرة لكي يتعلم العلوم بها، وهناك تعلم بالبصرة وعلم، ثم انتقل إلى عمان وسكن في غطفان من أرض البطنة. ممن أخذ الإمام الربيع الفقه؟ يقول الإمام الربيع: أخذت الفقه من ثلاثة هم أبي عبيدة وأبي نوح وضمام. إذن الإمام الربيع هو من قال أنه أخذ الفقه من ثلاثة: أبي عبيدة وأبي نوح وضمام. هؤلاء الثلاثة هم من أخذ منهم الإمام الربيع الفقه. هناك أناس من أهل البصرة قالوا: انظروا لنا رجلا ورعا قريب الإسناد حتى نكتب عنه ونطرق ما سواه، فنظروا فلم يجدوا غير الربيع بن حبيب. إذن أن هناك أناس من أهل البصرة قالوا: انظروا لنا رجلا ورعا، أي ابحثوا لنا عن رجلا ورعا يكون قريب الإسناد حتى يكتبوا عنه ويتركوا غيره، فنظروا أي بحثوا فلم يجدوا غير الربيع ابن حبيب هو قريب الإسناد. وصفه أبي عبيدة فقال: تقينا وأميننا وثقتنا. إذن وصفه أبي عبيدة بأنه تقي وأمين وثقة. هذا كان وصف شيخه أبي عبيدة للإمام الربيع ابن حبيب، وصفه بأنه تقي وأمين وأنه أيضا ثقة. كتابه للإمام الربيع مسندا يعد من أصح كتب الحديث، فكتاب المسند من أول ما صنف في الحديث، وهو أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن للإمام الربيع كتاب يسمى المسند. هذا الكتاب هو أول ما صنف في الحديث، لكنه يعتبر أصح كتب الحديث ويعتبر أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. أهم ما يميزه عن غيره أن أكثر أحاديث ثلاثية المسند، فكان يرويها الإمام الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أحد الصحابة كابن عباس أو غيره، أنس بن مالك، أي ممن هم من الصحابة. وهذا مما يعطي قوة للأحاديث المروية. إذن أكثر أحاديث الإمام الربيع هي كانت ثلاثية المسند، والمقصود بذلك أنه بيكون الحديث عن تابعي، عن صحابي، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الإمام الربيع بيروي عن الإمام الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد ثم أحد الصحابة ثم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطي قوة للأحاديث التي يرويها. من الذي اعتنى بالمسند؟ الفقيه العلامة أبو يعقوب يوسف ابن إبراهيم الورغلاني المغربي، المتوفي سنة 570 هجرية، حيث رتب أحاديث المسند على الأبواب الفقهية، فجعله موزعا على الأبواب بنظام الجامع الصحيح، وسماه هنا الجامع الصحيح. إذن الإمام الفقيه العلامة أبو يعقوب يوسف هو من رتب أحاديث كتاب المسند واعتنى بكتاب المسند، حيث رتبه على الأبواب الفقهية، مثلا كباب الطهارة أو غيرها من هذه الأبواب.
فكل باب يجمع تحته كل الأحاديث الفقهية التي تدل عليه، فجعل كتاب المسند موزعا على الأبواب بنظام كتاب الجامع الصحيح، وسماه الجامع الصحيح. كل صحابي على حدة، فهو بيعتمد هنا على الإسناد، فيأتي بأحاديث صحابي ويجمعها كلها على حدة، فكل أحاديث كل صحابي تكون على حدة لوحدها. أما الصحيح هو الكتاب الذي التزم مؤلفه ألا يذكر فيه إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يطلق عليه أنه صحيح. لماذا؟ لأنه لا يجمع به إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجامع هو الكتاب المجموع على جميع أبواب الدين كالإيمان والتوحيد وغيره، مثاله صحيح البخاري وصحيح مسلم. هل لقي المسند اهتماما من العلماء؟ نعم، لقي المسند اهتماما من قبل العلماء من بعد الإمام الربيع ابن حبيب. الإمام الربيع ثقة، إذن شهادة علماء الحديث له بأنه ثقة، وثقه الإمام أحمد والإمام البخاري وابن حبان. إذن أيضا الإمام أحمد وثقه، أي قال عليه بأنه ثقة، وكذلك البخاري، وكذلك أيضا ابن حبان. من الذي شرح المسند؟ شرح المسند العلامة العماني الإمام نور الدين السالمي. إذا من الذي شرح كتاب المسند؟ هو الإمام نور الدين السالمي، حيث شرحه في ثلاثة أجزاء. رحلته: الإمام الربيع وفي لوطنه، أخذ علومه في البصرة لكنه رجع إلى عمان في آخر عمره، وعندما عاد إلى عمان أقام ببلدة غضفان في ولاية لوى بالبطنة، وهذه الولاية بها قبره ومسجده. هكذا العماني يبقى وفيا لوطنه، محبا لوطنه. فهؤلاء الثلاثة هم من علماء عمان السباقين في ميادينهم، وقد قدموا خدمة جليلة للقرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم وأيضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم مثالا يحتذى به في الدعوة إلى الدين، وهم مفخرة لأهل عمان. بين العلماء الثلاثة: اسم الشخصية جابر بن زيد، اسم الكتاب، الكتاب الذي ألفه هو الديوان، العلم الذي اشتهر به هو الفقه. الأهمية أنه أول كتاب ديوان ألف في الإسلام. ثانيا: الخليل بن أحمد الفراهيدي، اسم الكتاب العين، العلم الذي اشتهر به اللغة والعروض. الأهمية أنه أول معجم في اللغة العربية. ثالثا: الربيع بن حبيب الفراهيدي، اسم الكتاب المسند، العلم الذي اشتهر به الحديث. الأهمية أنه من الكتب الأولى التي جمعت الأحاديث النبوية الشريفة. تقديم أستاذة فاطمة علي، مع تمنيات أسرة مدرسة الضياء الخاصة، بالنجاح والتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله.